هي نضالية عالية مدخر الإطار العتيد والصامت التنسيقي الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك مدخرية تنسيق القطاع الوطني لأسرة التعليم. كما يعلم الجميع أن هذا الشكل النضالي هو جاء تجديدا للبيان الأخير للتنسيقية اللي فيها 17 الهيئة والتنسيقية إضافة إلى النقابة الوطنية FNO. بطبيعة الحال هذه الأشكال النضالية هي استمرار في المعارك النضالية التي تأخذها الشغيلة التعليمية للهجومات المتتالية التي تطال رساء ورجال التعليم في مختلف فئاتهم وبمختلف تلاوينهم. بطبيعة الحال كنعرفوا وكيعرف الرأي العام أن آخر الهجومات الشرسة والكبيرة والقبيحة والظالمة هو صدور النظام الأساسي اللي كنعتبروه نظام أساسي تراجعي، نظام أساسي تراجعي ظالم فيه الكثير من الحيف وفيه الكثير من الظلم على غرار الأنظمة الأساسية اللي كتعرفها القطاعات الأخرى. نجد قطاع التعليم مستثنى لأنه قطاع بطبيعة الحال لا ينتج، قطاع شرعنوا أنهم يهجموا عليه بكل السبل وبكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة. مع الأسف وزارة التعليم والدولة المغربية والحكومات المتتالية لا يهمها إصلاح التعليم، بالقدر ما يهمها استهداف الأساتذة والشغيلة التعليمية. إذا مطالب الأسرة التعليمية، المطلب الأول هو إسقاط هذا المخطط التراجعي جملة وتفصيلا كاملا بدون نقاش لما فيه من حيف، لما فيه من ظلم. إضافة إلى ذلك إسقاط المخطط اللعين التخريبي، مخطط التعاقد الذي ضرب الشغيلة التعليمية منذ 2016 إلى اللحظة الآنية، إلى اللحظة الآن. بطبيعة الحال مطالب الأسرة التعليمية إضافة إلى إسقاط نظام المآسي وإسقاط مخطط التعاقد، الزيادة في الأجور، التعويضات على المهام، هي بطبيعة الحال ملفات مطلبية وضعات راهن إشارة الوزارة، لكن مع أسف الوزارة كتجاب هذا أو كتجاوب على هذه المطالب بطبيعة الحال بالقمع، بعدم الإصغاء إليها، بعدم رد الاعتبار الأستاذ أنها ما مسوقاش لهذه المطالب هذا، بينما أننا كنشوفوا في قطاعات أخرى كتقدم بسرعة إجابات لكل المشاكل إلا قطاع التعليم مع الأسف، لأنه بطبيعة الحال كما قلت قطاع لا ينتج، قطاع ديال ولاد الشعب، قطاع ديال واحد الفئة اللي مظلومة ومحقورة من داخل هذا المجتمع. هذه الفئة وهذه الفئات المظلومة من داخل المجتمع ليس لها إلا الاحتجاج، ليس لها إلا الصراخ، ليس لها إلا معارضة هذه المخططات التخريبية. ولا خير دليل أن هذا الشكل هذا هو استمرار كما قلت للمعركة النضالية، هو شكل احتجاجي رافض لكل أشكال القمع، رافض لكل أشكال الظلم، رافض للنظام الأساسي ورافض لكل المخططات التخريبية. وتحية نضالية، تحية للإعلام، تحية للمنبر مدار، الإعلام الحر. بداية اليوم كذلك جاء المساعد الإداري ليستنكر مرة أخرى، ليستنكر يعني تدمير مساره المهني، بداية من النظام الأساسي ل 2003 حيث تم تغيير مساره المهني وفصل عن كاتب الاقتصاد آنذاك ورقي ترقية أفقية بدلا أن كان يرقى عموديا، ثم في 2010 استمرت المهزلة كذلك عليه وغير اسمه من كاتب إداري إلى مساعد إداري تحضيرا لهذه المحطة الذي جاء فيها هذا النظام، نظام المآسي، لتدميره كليا ولإدماجه مع فئة أخرى. ما بين المطالب دينا هو يعني ترقيته بأثر رجعي إلى 2010 وتغييره وتمييزه عن باقي الفئات وإدماجه بالنظام الأساسي بما يحفظ كرامته المادية والاجتماعية. وشكرا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.